بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، نعتذر على انقطاع البث بسبب ضعف النت، كنا في مناصة فيها النت ضعيف، ولذا سنتابع هذا البث وهذه المقابلة مع الأستاذ الفقيه محمد نوح ومحمد عبد الله ولد عيسى لنتحدث معه حول بعض القضايا التي تهم الرأي العام، وخاصة أن الأستاذ نوح الآن يصور مقاطعة الطينطان. أهلا وسهلا بكم الأستاذ. مرحبا وسهلا. ارفعوا المايك. مرحبا وأهلا، حياكم الله. حيا الله أهلنا مقاطعة الطينطان. لي جرة كنجوم الصحب غران وشم طهارة ثيابا أينما كانوا من كل قطن تواخي بينهم كرما هماتهم وأروم القوم شذان تزدان بالعلم أهل العلم كلهم والعلم من جيارتي يسمو ويزدان. أحييهم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم، ومرحبا بكم ومرحبا بوكالة الطينطان للأنباء، أسأل الله أن يوفقها ويصلح أمرنا، وأنا مستعد للإجابة عن حفظكم الله. أستاذنا، نحن قد بدأنا المقابلة قبل أن ينقطع البث بسبب ضعف النت حول بعض الأسئلة. كان أول سؤال طرحناه عليكم، هل تم استقبال تم قبول استقالتكم من طرف وزارة التهذيب، أم أنكم لازلتم حتى اللحظة موظف رسميا في هذه الوزارة؟ على المرء أن يسعى ويبذل جهده، وليس عليه أن يساعده الدهر. أنا بذلت جهدي، فعلت ما علي، كتبت الاستقالة بيدي، طبعتها بأصابعي، وقعتها بيميني، قدمتها للجهات المعنية وسلموني وصلا، وإلى الآن لم يتم الرد علي، وأنا أتابع الملف. هل ما زلتم أستاذنا جادين في هذه الاستقالة؟ نعم جادين، انا اصلا ما ندير عيني شي درته لا بد يخرج ان شاء الله. اي مساله درتها قدامي لا. انتم سلمتم عاد الدعاء على انها ما نديرها قدامي. عاده المساله اللي نديرها قدامي معناها اعطيها كليتي، المساله اللي تعطيها كلي تاخذ مع الدعاء ومع الاخلاص تتيسر باذن الله عز وجل. ماذا لو طلب منكم رئيس الجمهوريه ان تتراجعوا عن هذه الاستقاله ما دمتم سلمتموه النصره؟ نعم، رئيس الجمهوريه فخامه رئيس الجمهوريه، انا قلت لان احنا كحزب، حزب الانصاف، انت خير حد شاهد على العلاق. السياسه مالها أربعة اشهر، كنا هون عدل، هون الحمله، هون في الطينطان، كنا هون انا وكنت على الرابط وكنت على التنسيق وكنت على رئيس الجمهوريه. اقواله بالنسبه لنا احنا اوامر وله قياس. لو قال لي رئيس الجمهوريه علني نستقع، علني نرجع عنها، طبيعي علني نرجع عنها، طبيعي. لماذا نرجع عنها؟ لان طاعته لي الامر واجبه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا واحدة. ثانية، لو وصل وزير اعترض قالوا أنه ما وقابلها، الوزير قال أنا ما نقابلها، الساعة نعود أنا أشوف. أنا ما فرض علي نبقى في الوزارة، فاهم؟ هاي الوزارة أنا ما فرض علي نبقى فيها، واضح. ويك الساعة وخلاص يوازن حد بين المصالح وبين المفاسد، واضح. عاد في المصلحة يبقى حد، أنا التعليم محتاج مثلي أنا، نبقى. ولعت انا حاسس علني ما في مصلحه لي. قريه اسلاميه سالت 9 سنين وكفاء وعلماء، واخبر مني انا واتقى مني انا واخوه لي. انا شخصيا ما جيت متمونك في ذي الوزاره اللي ذا النوع من الاعمال، يخرق فيها وتعطي فتره من الزمن ما هي سيره. لكن 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 استاذ الفقيه، نعم، لكن ما علاقه الوزاره اصلا تبارك بمثل هذه الورقه؟ علاقة الوزارة بمثل هذا، ربما يتهمكم البعض انكم تسرعتم في نشر الورقة اصلا. نعم، نحن كانت هناك اجراءات تتخذها الوزارة ويتخذها الجهات المعنية من اجل الوصول الى المعني او المعنية، لانها الان عرفت. ذنب الوزارة ان الوزارة التعليم للاسف الشديد، هذه المسألة بالتحديد هي لو كانت في شخص عادي يمكن الاستثناء في ذلك، لكن هذه تخيل، هذه في محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نضع خطوط حمراء حظر أو استعجال؟ ألا يستحق ذلك علينا؟ ألم يكن حريا بالوزارة
أنت على الأقل أن تعترف باعتراف سيد الأدلة. طيب أنتم لا تأخذوا الموسيع ولا الموسيع؟ قولوا نعم. قولوا فما رقى موسيع. تخيل أنا أستاذ انشرت المسألة صح غلط، هذا الزمن كثير بالجواب عنه، لكن أليس حاليا بالوزارة على الأقل اطمن الرأي العام على ذا الأستاذ إن قالوا نوح ذا قال حق؟ لأني أنا شخصيا اتهمت في عرضي، واتهمت حتى أني أنا هو الساب، حتى واحدين قال أنا ودي الورقة، حتى واحدين قال أنا وداس الورقة جايبها. لم يكن حاليا بالوزارة أستاذ كان يصحح معها سنوات خمسة مبرز عندها، حتى أنه لم يمنع من شيء. دخلت الوزارة، دخلت مكان التصحيح كأني أنا رئيس المركز، لم أمنع من دخول بصر ولم أمنع من ورقة ولا عن إجابة سؤال. ألم يكن حريا بها على الأقل أن تكتب حرفين نعم هناك ورقة مسيئة سنكشف عنها بعد انتهاء هذه المرحلة؟ هذا الذي جعلني أنا بيني وبين نفسي أزهد في الوظيفة. لكن أستاذ أنتم ربما يتهمكم البعض أنكم ما أعطيتوها فرصة، أنتم عندما طلعتم على الورقة وقالوا أعطينا فرصة. لا الفرصة ما. أنا قلت لك عن فرصة، الفرصة بنا. أنا لكت مع عدة النوع من لكت مع وقت في القضية ليلي بنهاري ونهاري بليلي. لكنكم أعطيتم فرصة للمسيء من أجل الهرب عندما نشرتم الورقة. الحمد لله. تلك مسألة أخرى. استهت. تلك مسألة أخرى. هذا مردود عليه. هذا السؤال كان موجه لي. لو كانت مثلا المسيئة هربت أو وجدت ما يكفله أو خرجت أو أو أو, أو. المسيئة موجودة الآن في المركز، مركز الشرطة. أنا الآن أوجه سؤال لهم، أوجه سؤال لهم. طالما أن الإجراءات اتخذت هذا المنحة ألم يكن حريا بكم يا وزارة التعليم أن يكون هناك استثناء لهذه الورقة في الدنيا؟ استثناء على الأقل تبينوا على النظم أن ذلك قال الأستاذ نوح عيسى على أنه على الأقل حقيقي لو خرجه. نعم سيد فقيه، عندما قلتم بأنكم سلمتم ورقة أو ملف النصرة لفخامة رئيس الجمهورية، هل من منظوركم أن رئيس الجمهورية سيتابع هذا الملف؟ رئيس الجمهورية نعم طبعا سيتابع. يا أخي أنت تتكلم عن لماذا لم تعدم المسيئة كما طالبتم أنتم؟ لماذا تم قمع بعض المظاهرات عندما طالبوا بإعدام؟ الإعدام ليس بهذه الطريقة. نعم. الإعدام يأخذ ماذا كنت أنتم أصلا تريدون من خروج المسيئة؟ أليس إعدام؟ طبعا لكن ليس بهذه الطريقة. هي ليست مسألة، والقاضي لا يمكن أن يحكم على مسألة لما المثبتات كثيرة. هناك الاعتراف وهناك النكول وهناك اليمين وهناك الحوس وهناك اللوث مع القسامة وهناك الشاهدة وهناك أربعة شهور. ليس بهذه الطريقة. ليس كل إنسان من قال أصلا هذه السيدة الآن أو هذه المسيئة، نسأل الله السلامة والعافية وعفوا على السيدة، هذه المسيئة لنفسها المسيئة للمسلمين إلى الآن لم يثبت. نحن نقول المتهمة بالإساءة، كان ينبغي أن نصوب المتهمة بالإساءة كي لا نكون جهة حكومية أو جهة رسمية تثبت أو تنفي. هذه المتهمة بالإساءة للجناب النبوي الشريف. نعم. المتهمة بالإساءة للجناب النبوي الشريف. نعم. ها؟ من الذي يحكم عليه؟ هل هو نوح؟ لا. هل هو السيد فخامة رئيس الجمهورية غزوان؟ لا. رئيس الجمهورية عنده قضاة. إذا حكم القضاة، لكن القضاة يحكمون ببينة، والدعاوي ما لم تقدموا عليها بينات الأبناء. لماذا تسلم أنت أصلا الملف لفخامة رئيس الجمهورية؟ لماذا تسلمه للقضاء الموريتاني عندما كان القضاء بيده؟ لا أنا شخصيا سلمته لفخامة رئيس الجمهورية لأنه هو الذي أعطى، لأنه هو أنا أتكلم فقط مع الرأس، لا أتكلم مع ما دونه. أنا أتكلم يا أخي المسألة تستحق أن يحمل لواءها فخامة رئيس الجمهورية. ليست هذه المسألة لن يسجلها التاريخ لوزير العدل ولا لوزير الداخلية ولا لوزير الدفاع، سيسجلها التاريخ محمد للشيخ الغزواني، لأنه هو الرئيس وهو المسؤول وهو الذي سوف يكتب اسمه بعد 100 سنة إذا حكم بكتاب الله وبسنة وسلم وبالقانون مادة 306، سيكتب اسمه على صفحات التاريخ وسيتحدث بأنه نصر الله ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كسلفه الذي الآن تلاحقه جرائم بالتهم بالفساد والذي الآن يتعفن وراء القضاء. لن يكون مثله، لا يرضى الشيخ محمد الشيخ غزواني أن يكون مثل سلفي الذي برأ مسيئا للجناب النبوي الشريف وأمام العلماء وأخذوا بالرخص في مسألة اطرفوا فيها محمد صلى الله عليه وسلم. سيد فقيه، فأنا سلمتها لرئيس الجمهورية لماذا؟ لكي أقول له يا فخامة الرئيس فعلت الذي علي وبقي الذي عليك، وهو أهل لها. أنا دائما أكرر
أن محمد وللشيخ غزواني هو قدوتي اليوم. طبعا قدوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يختلف فيه هنا، لكن أنا كمواطن وكإنسان داعم لفخامة الرسول وداعم لحزب الإنصاف، قدوتي وملهمي وقائدي الذي أسير وراءه هو شخص فخامة رئيس الجمهورية. ما عداه أنظر إليه وأقبل بعض كلامه وأرد بعض كلامه على حسب صدقه وكذبه. ورئيس الجمهورية هل 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 صادق هل في أقواله. هل نصحتم رئيس الجمهورية يوما ما حول الوضع العام في نعم نعم دائما نصح. نعم دائما نصح. هل أنتم راضون عما يفعله فخامة رئيس الجمهورية الآن وما هو الأوضاع في مأمورية في أول مأمورية لفخامة رئيس الجمهورية؟ يا أخي أوضاع كارثية حقيقية. إذا أردنا الحديث عن هذا يا أخي رئيس الجمهورية ما دمتم داعمين للرئيس. طيب رئيس الجمهورية جاء إلى هذا الوطن في حالة صعبة يشهد بذلك القاسي والذعر، ولما جاء هذا الكوفيد الذي أتى الصحة بحق على الأخضر واليابس والذي عطل كثيرا من الأعمال. نحن دولة مسألة الكوفيد مسألة مضت لا. وربما جاء مخلفاتها يا أخي جاء الموريتاني ياسر من الخيرات لكن جاء الموريتاني ياسر من الخيرات في سنة الكوفيد. العديد من الدول ساهمت في موريتانيا أعطت الكثير من الدول مساعدات ياسر مساعدات جاوها. ربما موريتانيا البلد الوحيد الذي استفاد من الكوفيد. يا أخي فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ رزوان جاء إلى هذه البلاد، ولما جاء إلى هذه البلاد وجدها في حالة صعبة متشاقة متباعدة، وجد المعارضة في جانب والموالاة في جانب وليس بينهم إلا الكلام. كان هناك جو أخوي موريتاني لأول مرة تجد الموالاة والمعارضة على طاولة واحدة والكل راضون. أليست هذه نعمة؟ أليست العافية نعمة؟ أليست الحروب التي موجودة الآن حول أشقاء حولنا كارثية؟ لو ما كان لرئيس الجمهورية إلا ما نعيشه اليوم من تهدئة ومن سكينة في بلادنا لكان كافيا، ناهيك عن الإنجازات التي قام بها في مجال الصحة في مجال حتى التعليم الذي أنا فيه. يعني تخيل أنا تخرجت ب 94,888,000، اليوم راتبي 126,000. هذا من أين جاء؟ من أتى به؟ فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ رزوان. زاد علاوة البعد 3 مرات، زاد الراتب. إذن ناهيك يذهب إلى الصحة، هذه 100,000 مؤمن. أنت تعلم أنك إذا كنت الآن مؤمن مثلا في هذه 100,000 وجئت إلى المستشفى أنه يتعامل معك مجانا لست كغيرك. يعني الآخر يمكن أن يتعامل معك ب 90% على الدولة و10 عليك أنت. لكن لو كان عندك تأمين فخامة رئيس الجمهورية أنت تعالج مجانا. أليس هذا فعلا؟ رئيس الجمهورية يعمل، لكن يعمل من أجل البناء ومن أجل التقدم، ولا تسمع لكلام المعارضة. سيد فقيه، البعض يصفكم بأنكم من راكبي الأمواج النصرة بقصد الشهرة والحصول على بعض المكاسب، فهل من رد على هذا القول؟ نعم فيه رد. شوف باختصار طبعا أنا قاعد مسافر، أنا مشرق علي مسافر باخذ شيء للسفر إن شاء الله سنتحدث. مسافر عجل أنا باللي السفر لا يعد الساعة ونوصل له ين عجل أنا من هكذا. شوف راكب الأمواج هذه قالوها واحدين، قد قيلت في الله ما هو أن قيلت في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قيل إنه إن له ولد وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل. هو مولانا عز وجل ما سلك يسلك نوح العيسى طبعا، قالوا إني راكب أمواج يا قلام بشر عني ماني لعتم ولي الأمواج نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أمواج أرانا نركبنا أوتو. نعم أستاذ. ولعت مكاسب دنيوية متحدية رجاج اليوم في العالم موريتاني فر يوخض لي على أنا هو شركتنا أمور مادية، راجل واحد هو شركتنا أمور مادية طوعا منه هو جزاء الله خيرا. محمد بنبجي وحده في موريتان هو شركتنا له هو أمور مادية أمالي واضحة أمالي ظهرها هو دار على صفحته ظهرت أنا رأيها زادت على صفحته. ما عداه ما شركتنا أمور مادية، ما طاني حد فيلا ولا ندورها ولا طاني سيارة ولا طاني وظيفة. أنا عايش بأمور يعني الخاصة فضلتي يعني الخاصة، ماني عايش فضلت موريتان ولا فضلت الدولة. وفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني أنا مناصر من مذالمي من يوم ترشح وأنا قايم في حملته، وأهل الطيطان راعي سيد محمد السيدي ذكوة مخيرة الغزواني ذكية سووا لهم عنوح كانوا يعدل معهم السياسة
كانوا ما يمشي معاهم في سفرهم في حلهم وفي ترحالهم. وبالتالي هذا النوع من الاتهام مردود على صاحب وكذبة وشواهد الامتحان. يرى البعض أنكم خلطتم في قضية النصرة والحديثة بين فيها عن مسائل شخصية تتعلق ببيتكم مثلا، هل كان هذا عمدا بدافع الإثارة أم عفويا؟ كان عفويا وأنا اعتذرت منه البارحة وقلت أنا لن أتكلم عن هذا الموضوع، جاء عفويا. أنا أصل الأمور لا أفعلها مثلا، حتى التدوينات التي جاءت مؤخرا جاءت عفوية. أقسم لكم بالله ما أصلا ما كنت ما كانت في رأسي أصلا، جاءت فجأة، لأنني ربما أدخل صفحة إذا بشخص يتكلم عن الزواج ودون عن الزواج، أدخل صفحة إذا شخص يتكلم عن التعدد أقول المسألة في التعدد قد لا تكون متاحة للعامة. وبالتالي كل الأمور التي جاءت لم تأتي ب... أنا ليس عندي أحد يميلني، أنا رأيي من رأسي، لا أبو ولا أم ولا أخ ولا خال ولا جد، ما أنا الله للناس كاملة خايفة من اللي نعبر، خايفة علي أنا. فما فرق بين حد يخاف عليك وتخاف على راسك؟ الناس خايفة علي أنا، وأنا ماني خايف يكون من ربي عز وجل، يعني ما نعدل جريمة، يعني ماني مزعزع الأمن، الأمن قلت أنه خط أحمر. ولأني أصلا أنا طبيعتي أنا بطني المعجل. لا أسكت على ضيم ولا أسكت على ولد، والتملق والنفاق حد اتهمني. لماذا لم تعملوا بنصيحة الوالد عندما نصحكم بترك هذه المسألة وترك؟ أنا جلست مع الوالد وحاورته وقلت له والدي عزيز، هل تراجع عن؟ لا الوالد ما زال مصرا إلى الساعة الآن، قبل دقائق كنت معه ما زال مصرا على موقفه أن أترك الأمر. ولذلك طاعة له أنا قررت طاعة لوالدي، قررت أنا أخذ راحة 10 أيام. لكن إذا أخذت راحة 10 أيام وما زلت مصحوب بالهاتف، الهاتف سيبقى مشكلة. هذا الهاتف بعد انتهاء هذه الحلقة سأنزع الشريحة وسلمها للوالدة، والهاتف إن شاء الله تنتهي من الوالد، وإن شاء الله سأصحبني فقط الهاتف الصغير. لكن عندما تعودون ستتابعون القضية؟ يا أخي القضية نحن لا نريد منها مكاسب مادية يا راجل. أنا كان بإمكاني أن أتكلم عبر صفحتي هذه وأن أقول أنني أريد الدعم وأريد المال وأريد رجال الأعمال، ويمكن أن أسمي الآن رجال أعمال أطلبهم على الهواء، ويمكن أن أطلب نساء على الهواء، لكن أنا لست من أهل الأمواج ولا أريد به المال. والله لو كنت أريد به المال لوجدت المال، ولو كنت أريد به الوظائف لوجدت الوظائف، لكن هذه مسألة متجذرة في قلبي وفي ذهني وفي عقلي وفي لحمي وفي شحمي وفي دمي. البعض كان كما هو الحال ينظر إليكم كفقيه، لكن عندما قال بأنكم نزلتم إلى المستوى ربما كان ما ينبغي من ينزل فقيه، إنسان يتسم بالعلم، إنسان كان يحدث الناس في العلم، عرفتكم بعد بعض السوح تتحدثون عن الإساءة، تتحدثون عن المشادات، تتحدثون عن الكثير من الأمور. البعض يرى بأنكم لكن كنتوا تتحدثوا عنه أنكم أنتم حالا نزلتوا له في بعض المشادات على الفيسبوك، في بعض من حقيقة البعض كان يربأ بنا. حقيقة للأسف الشديد الناس لا تعرف نوح عيسى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض شركتنا هنا تياها خلاف مع بعض العلماء ما نسمي حد في الطينطان حول المذاهب حول المسألة الجزئية، فقال لي الله يحشرك مع مالك، قال لي الثاني الله يحشرك مع الشافعي، قلت له الله لا أحشرنكم مع محمد صلى الله عليه وسلم، الله لا أحشرنكم مع محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوة ديني مرة مالك والله مرة الشافعي، يا أخوة ديني مرة أملا. هذا طبيعتي أنا أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أنا شخصيا مكانته عندي أغلى من مكانة الوالدة، وأغلى حقيقة، ما هو مسألة خيالية ولا مسألة مدخلة على رأس من وين الصغر نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فصل الحقيقة أنا بعد بيني أنا وبين نفسي ماني شاكني على أني رصفت على حد ما رصف علي، وكان مالك يدافع عن نفسي، ماني حاسس أنا شخصية على أني أنا من رأسي تميت أني كتبت عن حد ما سمعني، ما تكلمت عن حد ما سمعني في حياتي. هذا رأيك من الممثلين وهذا من المخرجين، وقلت شفتي تدوينه معلق على واحد منهم، حياته هو طالما ما سمى الدين ولا مس الدين حياته هو يسنبي يرقص يكمي ايش يعني، ما قد علقت على حد. يعني وقفت انا الناصر نفسه اللي مثلا يعلق علي، انا رديت عن نفسي، وإني شفت مولي عن مسألة لا تشغلني عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتشغلني عن الغاية الأسمى والمكان الأرفع،
انا تخليت عنه وكتبت البارح. بالتالي انا كفق انا الفقيه هذه حقيقه الناس ثقيله لا نسمعها يوجع لقى قلبي نبقى نقرعها من الفيس قال لا توف باللي طعنه وحده مساله. انا كره نشوف حد يقول لي شيء انا ماني مقتنع به نستعمد انا عليه عدل فاهم. قالوا لي واحد نقلع هاي الفقيه انا عندي عليها تحفظ. انا داعيه امام مسجد متخرج من كليه الشريعه عندي ماستر في الفقه. لكنكم استقلتم من الامام ايضا الان لا يمكن وصفكم بانكم امام. استقلتم من الامام. انا امام ابقى امام. تبقى امام امام باهل بيتي. الله استقلتم من اهل بيتي. الله اعلم امام بنفسي. لك اطلقتم هاشتاج تطالبون فيه بلقاء رئيس الجمهوريه وتعلنون فيه دعمكم لحزب الانصاف. الا ترون في هذا استغلالا لقضيه مقدسه؟ لا لا لا. في مساله سياسيه بحته لا. واستغلال لا. للدين. لا لا ليس استغلال للدين. الدين لي وكل به يعرف واللي فاتح جمعيات يعرف ويعرف راسه اللي فاتح جمعيات. هل يمكن ان تسمي لي بعض لا انتم على بالكم النصره؟ تعرفون اللي يخرج فيه؟ لماذا النصره؟ لا النصره هيك الساعه منين الاموال؟ منين الحركه؟ منين الملايين يا رسول الله الا رسول الله؟ منين اموال الشعب اللي انتكت في النصره؟ منين؟ منين شارع النصره؟ النصره الماضيه لم تكن جزءا من منها؟ منه؟ نعم كنت جزءا منها. اين اين هذا السؤال يجب ان توجهه لنفسك. كنت جزءا منها كانسان غير مشارك في الاداره ولا في التنسيق. لا لا اجد احد. لا مجرد تحضر في التلفزه في كذا لكن لم يستدعوني ولم يعني اكون في المنصه الرسميه ولم حتى الندوات التي فعلوها في نواكشوط وخارج نواكشوط لم تاتيني دعوه واحده لحضور اي ندوه في تلك الفتره. معناها فتره الطلب وفتره الحمد لله الحيويه كنت حينها ما شاء الله احفظه كثيرا وكنت ما شاء الله مسترسل مع الله ومع بارك كبرنا وحشمنا. سيد فقيه نصل الى سؤال الى رئيس الجمهوريه فخامه رئيس الجمهوريه محمد الشيخ غزواني لا يمكن ان تكون المساله سياسيه اذا دخل فيها لسبب واحد وهو ان رئيس الجمهوريه هو المكلف بتطبيق شرع الله على ارض الله. المساله متلازمه يعني يعني الانتصار لمسلمه والمطالبه بلقاء رئيس الجمهوريه هذا ليس بينه تعارض لان الرئيس هو الذي هو الذي يسال امام الله وامام الناس وامام البرلمان وامام الجميع يسال هل نصر النبي صلى الله عليه وسلم ام لم. لكن النواب الذين يدعمون رئيس فخامه رئيس الجمهوريه ونواب حزبكم اللي قلت لكم داعمين سيد الفقيه لم يتحركوا عندما اسئل النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندما تحدث نائب اخر عن ربما ظنوهم انها اساءة لفخامة رئيس الجمهورية قاموا بطرده قاموا ب يعني سحب الحصانة منه. الا ترى في هذا النوع من تقديم اساءة افتراضية على اساءة حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم وانت تدعم هذا الحزب حزب الانصاف فصل حقيقي 128 نائبا صوتوا يا اخي اتهام 128 نائب انه لم ينتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اتهام حقيقه حول استفهام. الانكار يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالفعل. اذا لم ينكروا بالسنتهم فانا لا اشك ان هذه 128 انكرت في قلوبها وانا وجدت منهم ما يزيد على 20 نائب اتصلوا علي يريدون ان يسمعوا هذا الكلام. لكن كان الاجدر ان يكون هذا الانكار باللسان الذي واجهوا به. كانوا ينتظرون ربما كانوا ينتظرون تاكيد الخبر، الخبر اصلا لم يثبت حينها. هم لم يسمعوا الاساءة، انا متاكد ان هؤلاء النواب لم يعرفوا انت تتخيل، قال لي احد كبار المسؤولين في الدولة. قال اقرا، قال لي هو يحضر يحضر الدفاع. سلم واسيء له وانا دافعت عنه والى الان لم اقرا الاساءة، انا متاكد ان هؤلاء النواب لم يسمعوا بتلك الاساءة الا في قبة البرلمان. لان الكتابة ضعيفة. الكتابة أصلا الورقة حينما تنظر إلى الورقة تجد أن صاحبها أو صاحبتها يعني ليس عندها مستوى سنة أولى إعدادي ولا مستوى سنة أولى إعدادي. وبالتالي لم يقرأوها. وأصلا قال النواب ما شرط فيهم القراية ولا الشهادات يعني انتخبهم الشعب. قد انتخب رقاش ما يكتب. وبالتالي كون النواب اعترضوا على محمد بويه لأنهم سمعوا الإساءة مباشرة لفظا. طيب لماذا لا تسألني أنا؟ لماذا لم أقرأ أنا الإساءة؟ كان مفترض أن تقول لي يا نوح لماذا لم تقرأ على الناس الإساءة؟ من أول يوم أو ثاني يوم أو اليوم العاشر. لا يمكن أن أقرأها. لكنك نشرتها. لكن لا يمكن أن أقرأها.
أتحت للناس القراءة؟ لا، الناس لم يقرأ. الناس، أنا عظما لك أن الذي قرأها من الناس قل. أنت الآن إذا أعطيتك الورقة لا يمكن أن تقرأها. أنا قد أرسلت لي الورقة سابقا ولا لم أستطيع. أنت لم تقرأها، أنت صحفي. أنا أول من أرسلتها له أنت، ولما أرسلتها لك أشرتها بعد ذلك بدقائق. هو لم تقرأها، أنت خريج جامعة، هل سيقرأها نائب؟ جاء، ربما جاء من البادية أو جاء من المجهول. إذن أنا متأكد أن النواب لما سمعوا تلك الإساءة نسوا، لم يكونوا يتوقعون أن هذا الذي قيل في رئيس الجمهورية يمكن أن يقال في محمد صلى الله عليه وسلم. واعتراضهم على الإساءة، الإساءة ممنوعة. حد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي بحال ما قالوا البيضاء؟ أنت قلت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه كما دافعت عنه، يقول لا تعرض برئيس الجمهورية في البرلمان. وبالتالي أنا النواب فلت، قلت رأيي، قلت عني مع محمد بويه أولا، قلت عني مع محمد بويه، نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقرم لي نساء، قلت عني نساء، أنه ذرقال ما ينقال، ذرقال ما ينقال. ألا تشفع له نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا حق رئيس الجمهورية يعفي عنه، والله ما يعفي عنه. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، حقه لا يعلم هل عفى عنه ولم يعفو عنه. وهذا حق لفخامة رأس الجمهورية يعفو عنه والله ما يعفي عنه. الرجل ما قاعد طول أبي. أنت تعتبر أن محمد بويه سائل رئيس فخامة رأس الجمهورية؟ النواب هو أنا لا أعتبر، قلت النواب. أنا شخصيا لو سألته ولو سألني رئيس الجمهورية لقلت له أن هذا الكلام مجرد طرح اعتراضي. قلت له هذا سوء أدب لا ينبغي. هو لم يسمي الرئيس بحرية، لكن هو قال رئيس الجمهورية. يا أخي هو قال رئيس الجمهورية، لم يقل الليبية ولم يقل التونسي. هذا لا يعني انها موريتانيا، نحن عندنا جمهورية واحدة. لا يعني، لكن هناك جمهوريات متعددة. قلت لك عن الكلام الذي يحتمل عدة معاني ما يخال حد عنه. الكلام اللي قد مغربية جميلة نكتب على صفحتي، برقم علي الفيسبوك، مغربية جميلة، فقير تعد قايس المغرب، مغربية جميلة، وانا اقصد بها محاضرة بعد صلاة المغرب. ويمكن ان اقول لشخص أصبحت كافرا أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. هذا الكلام لا ينبغي أن يقال، لأن العوام لا تفهمه. أحب الفتنة المال، أكره الحق الموت، أصلي بغير وضوء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء الزوجة والولد. لكن هذا نوع من الكلام ينبغي أن يبقى بيني وبين من هم في مستواي. محمد بويه حاز على شمل البرلمانيين اللي كلها اللي بشهادته واللي بلا شهادة، واللي قال تاخذ قام قط قراها وترى يقرا لهم ورقه ويمثلهم بوزير اول ومثلهم رئيس الجمهوريه. هذه قمه الاساءه وقمه سوء الادب. كان اولى به يمثل بامبراطور، والله بملك، والله باليهود، والله بالنصارى، يوخر راسه المأزق. لكن فاستفزهم الفقيه. كان ينبغي على النواب، أنا قلت كان ينبغي على النواب أن يلتمسوا لمحمد بويه أحسن المخارج، وما زلت أكررها، كان على النواب أن يلتمسوا لمحمد بويه أحسن المخارج. وأنت هل ما زلت تناصر محمد الشيخ محمد بويه الشيخ؟ أنا لم أناصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لك. لكن كنت معه؟ لا، لم أكن معه. الذين ناصروك أنت لأنك ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بويه هذا لم ألتقي به في حياتي إلا مرة واحدة، عدت معه صورة لأني معجب به. كلقائك مع فؤاد الصفرة؟ نعم، عدت معه صورة موجودة عندي قد مشيها تشوفوها أيام النصرة، عدت معه صورة. قصة فؤاد الصفرة؟ قصة فؤاد الصفرة. محمد بويه أحترمه وأجله وأقدره لحبه من سلمة، لكن لست مدافعا عنه. حدثنا في دقيقة واحدة عن قصتك مع فؤاد الصفرة. وقلت له بصريح العبارات أنه قلت له بصريح العبارات أنه وللأسف الشديد أراد النصرة ولكنه وقع في الحفرة. هذا بعد راسلته بذلك؟ كتبته ولا قصتكم مع فؤاد الصفرة؟ لا، تركني من فؤاد يا أخي. فؤاد هذا مخرج، من المخرجين اللي كنت أتابعه كما تتابع مشاهد. ولما وقع ما وقع لا أنسى أن الناس أصلوا إلي تعليقه عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد، غني عن وظيفتي، وتجاهل أنه أيضا غني عنه هو كامل، جعل يشكك في حبي وولائي. كنت أتجاهل الموضوع، ما استطعت ذلك سبيلا، وعد البث على اليوتيوب بس بعد دقائق وتكلم فيه عني وتجاهلت ذلك. اسمع، البث عندي موجود، تجاهلته
لا أتكلم فيه، وكتب أنني متهوية وأنني دولة في دولة وأنني وتجاهلته. لكن فلما طفح الكي وبلغ الصين الزباء، ها، علقت له بذلك التعليق واعتذرت له منه، علقت له بذلك التعليق واعتذرت له منه. لماذا اعتذر لفؤاد ولم يعتذر لفؤاد؟ أنا مسلم وأنا أريد تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وأنا هجرت لا أنهار واحد، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هي اللي جعلتني نمشي داخل ذيك الرسالة لفؤاد، نخرج فؤاد ونعتذر ونغلق مع هذا الملف بيني أنا وفؤاد الاثنين، ما أنا سبة في النصرة، ورانا علاج معنا محمد بويا ما أنا سبة، وعنا علاجات معنا موريتان فر في النصرة ما أنا سبة، ترى ما أنا بيني أنا سبة، كلش يستحقوا علينا، احنا جامعهم دار الإسلام. نعم سيد الفقيه، لأن الوقت ضاق، نشرتم أمس فتوى على صفحتكم الشخصية تبيحون زواج السر، انتقدها كثير من الناس باعتبارها مخالفة لمشهور المذهب المالكي، هل كان الدافع لهذه الفتوى هو التعليم أم السعي للإثارة من جديد؟ أنكم أصبحتم من نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عبر نشركم الورقة المسيئة لجناب النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. في الحقيقة وأنا لا أقول إن شاء الله ما حييت إلا الحق الذي أؤمن به وأدين الله تعالى به، في الحقيقة أن المسألة كانت تراودني منذ فترة، وقد قلتها لبعض الخواص من العلماء كالشيخ العلامة حمد بن التح، واستحسنها كثيرا وقال أنها حق، بل قال لي الشيخ حمد بن التح بالحرف الواحد نكاح الجهر حرم ونكاح السر وجب، بهذا اللغو حاورني الشيخ العلامة حمد بن التح في حوار بيني وبينه، وحضره بعض الناس الذين يحضرون مجلس شيخنا شفاه الله وعافه، فتناقشنا في هذه المسألة وخلصنا إلى أن النكاح اليوم يأخذ مسارا آخر، فلا بد فيه من الشروط التي تخالف أصلا المقصود وتخالف الشرع، مثلا لا بد أن يكلف الزوج بنقل، يعني نقل الجبال على الظهر أيسر من الزواج في موريتانيا، أليس هذا الحل الذي قدمناه أفضل من الذهاب بامرأة في سيارة والذهاب إلى منتديات منتجعات اللبن ومنتجعات ما نعرف شنو منتجعات الخلاء ومنتجعات وبرتمات اللي ما يسوي للراجل والمرأة من جاي ولا من عقد الزواج، أليس هذا أفضل من الزنا الذي حرمه الله؟ المناسبات موريتانيا ما تعود عدل، شوف لا بد من بروتوكول معين شروط، ما تقد شكلك هاي المرأة مكتوب لك عليها أنا مكتوب لك باللوح أنك هاي المرأة هي الخالية. ثانيا يخرج شيء من التبذير والإسراف، تخيل لي قاعة تنكر مليونين ليلة واحدة، وتخيل لي واحدة يقولوا الصداق 10 ملايين، وتخيل لي ذوك أهل المرأة في المناسبات يعطوا سنوات يخلصوا ذيك المناسبة، هلا مسألة بسيطة. أنا رحت له عند المناسبة اللي رجعت سرية، أنا طبقتها في راسي، أول ما طبقتها بشيء بعد قاعد بواحد بواحدة جاون وعدلت لهم السرية، اسمع عدلت لهم السرية ورا وهو متزوج، وقال هي راضيته وراضيها ووكيلة عاطيها وكيلة عاطيها وهو متزوج، قال عاد متزوج اشترط واحدة لا سابقة ولا لاحقة، شرط ليس في كتاب الله باطل من كل وجه. أنا قلت إلى النكاح الجهر اليوم 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 ما تقدر يعدل نكاح الجهر، لكن فيه التبذير وفيه الإسراف وفيه لا سابقة ولا لاحقة، وفيه أبوها وخالها، وفيه أبوها لا بد يجيه وأمها لا بد تجيه، وحني أبوها وحني أمها وحني جداتها تأخذ من القبر وحني وجداتها تبرأ، ما تقدر يعدل. ونكاح السر بعض المرأة متفاهمة أنا وهي عندنا ولي طاها شاهدين، ما أنا قام كثرين الأخبار، شو ما أنا زعقين هاي من النعمة، ولا أنا زعقين ديك من بوركينا فاسو، ولا أنا معيطين أبوها شهر السعودية يجي بلي، وهم أحدهم يقولوا لي ما جيبوها من السعودية، ما أبوها ماشي الليلة عدلوا حالة ويتكركر الدنيا، وتبدأ الناس تحفل ما كانت تحفل، وتدخل الحمام ما كانت داخل الحمام،
وتدخلني اصيق ونكاح السر فيه شهود فيه شاهدين لا يجوا شاهدين يشهدوا ولا انا قام على المنحه هذا هو المراد الفقيه ودك تعود فتوى انا رانك قلت هذا قو هذا قو انا عبد محمد التابع تكلمنا فيه وعندي الدليل وعندي فوكالو كلامه عندي الفوكال اللي قال لي فيه ده عندي وخارج مجموعه قال المحرار الشنقيطيه قلت مشيتوا له سوى ابو العلاء الشنقيطي سوى ابو العلاء الشنقيطي 2015 الفوكال مشيته مجموعه المحرار الشنقيطيه سوى له معهم فوكال حمد اللي فيه نكاح الجهر حرم ونكاح السر وجب اي وهو يقول العلامه حمد ولا قال زين وحق وانا معاه فيه يقولها حمد ولا يكلم يقولها نوح ويندار فيه الاصبع وقال لا بد التاديب ولا بد هذا هو الحق هذا وراعى فيه المصلحه ولا هو كل نكاح جهر فمن نكاح جهر صالحه ما يشترط حد مهر والامور ما يكثر من قدها انت زوجه تعطي اسبوع من العيال ومن الاسراف ومن الملايين هي زوجها هي وهو حتى على انها يمكن اخطب زميل عندي متزوج قبل ايام قال لي عجيب قلت له قال لي زوجتي خاطبها وتزوجته ولا تكلمت معها كاردين عنها تلفون حتى بعد العقد قالوا مو يعطيني يسلم عليها قالوا ينظر اني كان نشوق لاحد هذا ما عنده معنى هذا المجتمع مريض وموجوع ما طيتوا هالو طلع تلفون بارك الله فيكم الاستاذ والفقيه نوح رساله قصيره توجهها لي ابناء مقاطعه طنطان وتوجهها للراي العام وتوجهها للموجودين على السوشيال ميديا السوشيال ميديا خطورتها حسب تجربتكم هذه الفتره وانتم موجودين على تكتبون على الفيسبوك ثم الان انتقلتم للبث المباشر وتابعكم الالاف تعدد قضيه تعدد اللي قلت فيه منطقي من على الله عليه تعدد كان اصلا قال ما ينسمى العليات قال التعدد سنه كونيه واضح والتعدد انا قلت عن حد قادر على ثنتين وعد الله وحده انه اثم نعم اثم لانه قادر انت ذي من انت ضارك لو كل راجل طيناه امراه كم بقى من العليات عد العمليه حسابي الدار فيها كم من راجل وفيها كم من امراه الدار كل دار فيها كم من راجل وكم من امراه اعتبرنا هذه الدار فيها راجلين وهذه فيها 10 عليات ايه وقبلنا مرتين من هوك وطيناهم الراجلين بقوا ثمانية ايش قايسين الزنا هل طبقتم هذا على شخصكم الكريم هل عدتم شوف انا قلت الامور الشخصيه ما اتكلم فيها انا ايش قلت له دور عدل يعني قلت اني عدلت يعني لا عدلت ولا دور عدل انا ما جوا انا جوا انا لا اعرفه ولا صاحبي انت صاحبي تعرف عدلته قال امي ايش قلت اني عدلت ودون عدل فهم. حفظكم الله الشيخ انا رساله قصيره نختم بها اذا هذا بالنسبه للتعدد اذا قلت عن حد قادر على ثلاثه قادر شوفوا قادر دور تحت خطين وعد الله اثنتين ادم لانه كان يجد يكفي المراه مسيكينه وراء منها ذريه ويزيد امه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما زال انت يا مجنن انتوا هاي من ادم هون وتخولوا من القديره صلى الله عز وجل يحفظكم ويوفقكم انا ما جاني رساله الا بلا طنطان كامل وسلم عليهم وسلم عليه الموريتان فريق هنا كان من راسي بيد الطينطانة هو مسقط راسي وهون لعبت وهون قريت وهون كل شيء الحمد لله مرحلة طفولتي وحقيقة السوشيال ميديا سلاح ذو حدين حد عدل فيه شيء صالح وانشر فيه العلم وانشر فيه الدفاع والكفاح هذا قطعا لا الاجر وحد فيه في الرقص واحد وراني غاري حالا عندهم الاف المتابعين لا الرقص واحد ما هو لابس ويتابعوا وحدي ثم بدا يتابعوا وحدي ما هم شايفينش ما هم لابسينش وحدة ما هم مقدمين شيء الإسلام والمسلمين هذا بعد الليلة يقول لكم أمر معروف الله نهي عن منكر كان يانا من إنصاف آخر يختارك من تواصل يقوم علي الإنصاف ما نسبك شكل يختارك من تواصل ما قام علي الإنصاف ولا كنت من حزب أخرى من حزب الرق ما قاموا علي الاثنين إذا لا سلامة بين الناس خارج واحد لكنكم الآن أنتم من حزب الإنصاف وتواصل ما قاموا عليكم من هو تواصل هو أثقل الرأي ورا التواصل أنا جتني رسالة لزميلي صديقي حمادي هذا مادي سولوه عنه سولوه نوح منه قولوا له من يكون نوح فيكم يقول لي هاك شيخ رانا كان هو ملي شيخ كنا شيخ له سولوه حمادي عنه بحوث الحمد لله نعدلوه بليده المراجعه نعدلوه بليده وبيني معاها علاقه قويه ولا قلت لك منه شيء هذا بالنسبه للتواصل التواصل انا اثقل الراي هاي النخله هذا النخب اللي قالوا يعني مرتزق وتلفنوا لي يوميا انا الاف الاتصالات يتلفنوا لي هم نوح
يعطيك ويعطيك. تلفون اليوم يا نوح يا شو رأي مزعجني أرك البث ما يدوروها. حتى البث ما نعينه. يتلفون يوميا يتلفون يقولوا لي نوح انصرت النبي قال الرئيس احنا ما لنا معاه يعطيه ويعطيه يدعو للرئيس اثقل الرئيس الاتصالات اعنك شيء فعليا لا يدعو رئيس الغزوان انا صار الغزوان يدعمه بارك الله فيكم انتم دعموني قال هذا ما وعد الله ورسوله الفقيه وبيني معاهم لا الاحترام بيني معاهم لا الاحترام سياسيين الدين والله العظيم لا في الهيم انه اللي اكثر منه عندنا احنا يا في النصر وشي وخر ما يتشعر لنا الله عز وجل ان يوفقنا ويوفقكم ومسلم على الطين طم سلم على الامه كامله وراني مسافر شوي ان شاء الله عدل الدعاء بارك الله فيك انا راح اقول توحشون الله يحفظكم ويبارك فيكم ويرعاكم جزاكم الله خير مشاهدينا الكرام نشكر الاستاذ والفقيه نوح على سعه الصدر بارك الله فيكم الى ان يضمنا واياكم لقاء اخر بارك الله فيكم تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.